يوم الاثنين 29 من يناير الساعة 12 ظهرا تم استهداف الطابق الرابع في مستشفى العودة، وهذا الطابق هو مخصص لطابق المبيت للمرضى والجرحى، وهذا الطابق تعمل به منظمة أطباء بلا حدود. تم استهدافه من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن إصابة 5 من المواطنين المتواجدين في ساحة المستشفى. تم التعامل مع الإصابات، والإصابات هي إصابات ما بين متوسطة وطفيفة. تعمل المستشفى لتقديم خدماتها للجرحى والمرضى منذ بداية العدوان من 7 من أكتوبر وحتى اللحظة. تم حصار المستشفى لمدة 18 يوم في 5 ديسمبر حتى 22 ديسمبر. استشهد في المستشفى أثناء الحصار 3 من الطواقم العاملة داخل المستشفى. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث الذي تم استهدافه للمستشفى، وتحديدا في أقسام مبيت، حيث تم استهدافه سابقا واستشهاد 3 من الأطباء ومرافق في وقت سابق في شهر نوفمبر. هناك العديد من المشاكل التي تواجهنا على مستوى الكادر البشري، هناك نقص شديد في الكادر البشري سواء على مدى التمريض أو الأطباء أو الجراحين أو التخدير، فنحن نعمل بالقوة القليلة جدا بالنسبة إلى الكادر البشري الموجود في مستشفى العودة. وكذلك هناك العديد من الحالات التي تتوافد إلى مستشفى العودة، وخصوصا بعد خروج مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان عن العمل. المشاكل التي تواجهنا هي عدم وجود الأجهزة البلاتينية والجهاز المثبت الخارجي التي نستخدمها في علاج هذه الكسور والإصابات، إصابات الحروب والانفجارات. هناك نقص شديد، فعديد من الأيام كان لا يوجد لدينا أي جهاز لتثبيت الكسور المعقدة، وذلك بسبب كثرة الحالات وخروج العديد من المستشفيات عن العمل. ما كنا نقوم به، كنا نقوم بجمع بعض الأدوات من المستشفيات الأخرى مثل مستشفى كمال عدوان والأندونيسي وأيضا مستشفى الشفاء بالتعاون مع إخواننا في وزارة الصحة، حتى نستطيع أن نقدم خدمة جراحة العظام في مستشفى العودة شمال قطاع غزة.